ذكرت في الشعر العربي كثير من أسماء النساء، خصوصا في غرض الغزل، حيث مال الشعراء إلى التشبيب بالنساء في قصائدهم الغزلية أو في مقدمات قصائدهم. وإن كانت بعض الأسماء الواردة في الشعر العربي الجاهلي معروفة ومتداولة بيننا اليوم كما رأينا في المقطع السابق، فإن هناك أسماء نادرة وغير متداولة في عصرنا الحالي ذكرت في الشعر الجاهلي، ومع ذلك فهي أسماء عربية أصيلة. وسنذكر في هذا المقطع أغرب أسماء النساء التي ذكرت في الشعر الجاهلي. يقول امرؤ القيس: ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي. يقول سبيع بن الخطيم التيمي: بانت صدوف فقلبه مخطوف، ونأت بجانبها عليك صدوف. يقول النابغة الذبياني: يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد. يقول امرؤ القيس: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. يقول لقيط بن يعمر الإيادي: يا دار عمرة من محتلها الجرع هاجت لي الهم والأحزان والوجع. يقول عنترة بن شداد: ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند صدام الخيل يا ابن الأطايب. يقول حاتم الطائي: أماوي قد طال التجنب والهجر، وقد عذرتني من طلابكم العذر. يقول الأعشى الأكبر: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟